السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ محمد معالي حامد. اليوم سوف أقوم بدراسة أدبية لقصيدة من قصائد الصف التاسع بعنوان الأم للشاعر عقل أشجر، وهو من شعراء المهجر الجنوبي الموطن لبنان. الفكر العام للأبيات وصف الأم وبيان فضلها، الأفكار الرئيسية صفات الأم وعطائها المقطع الأول، الدور التربوي للأم المقطع الثاني، معاناة الشاعر ورغبته بالعودة إلى زمن الطفولة المقطع الثالث. الغرض الشعري هو المديح، القيم المستمدة تقدير ذكريات الطفولة، تقدير عطف الأم على ولدها، وتقدير الأم لولدها، وتقدير تضحيات الأم، وتقدير حب وخوف الأم على ولدها، ورفض الابتعاد عن الأم. أما العاطفة فجاءت ذاتية. سوف نتلو على مسامعكم أبيات القصيدة، يقول فيها: ذكرت ولكن كحلم عبر، أمورا تقضت زمان الصغر، أثغثغ لا مفصحا كلمة، فتحسب أمي كلامي درر، فتلهب خدي في لثمها، وتمسح من مدمعي من همر، تود لو أن الفدا ممكن، فتفدي حياتي بنور البصر، أئن فتشعر في صدرها كأن أنيني وخز الإبر، ولما يفعت وشق الصبا كمامي كمن شق كم الزهر، لقيت بأمي منار الهدى وحرزا حريزا يقين الخطر، تسدد خطوي وتلقي علي دروس الحياة ووعي العبر، ودار الزمان بأحداثه ومر على عقدنا فانتثر، وجرد أمي مني كما تجرد كف الخريف الشجر، ورحت أخوض غمار الحياة ودون الحياة زحام البشر. إذا ما تمنى رجوع الشباب أناس تمنيت عود الصغر. الآن سوف ننتقل إلى شرح المفردات الصعبة. تقضت مضت وانصرمت، أثغثغ أصدر صوتا غير مفهوم، مفصحا موضحا، درر هي اللآلئ، يفعت هنا أي ترارعت، مدمعي مجمع الدمع في نواحي العين، جمعها مدامع، الأنين الصوت من الألم أو المرض، يفع هنا بمعنى كبر وأصبح بالغا، الصبا هي الصغر والحداثة، كم الزهر هو الغلاف الذي يحيط بالزهر، الحرز هنا الحافظ والحامي من المكاره، العبر الحكم والموعظة ومفردها عبرة. الآن سوف ننتقل إلى شرح الأبيات، يقول في البيت الأول: تذكرت أحداثا جرت في مرحلة الطفولة كأحلام مضت مسرعة في ذاكرتي. الفكرة الفرعية عودة ذكريات الطفولة والشعور اشتياق. أما البيت الثاني: فعندما تلفظت أولى الكلمات كانت غير مفهومة، لكن أمي حسبتها جواهرا. الفكرة الفرعية إعجاب الأم بنطق صغارها والشعور إعجاب. أما البيت الثالث: فتقدم أمي بتقبيل وجنتي بشغف، وعندما تنهمر دموعي تمسحها بعطف. الفكرة الفرعية عطف الأم على صغارها والشعور حب. أما البيت الرابع: الأم تضحي بحياتها من أجل صغارها، وتود أمي أن تفدي عمري بضوء عينيها. الفكرة الفرعية تضحية الأم من أجل صغارها والشعور حب. أما البيت الخامس: وعندما أمرض وتسمع أنات الألم تتألم لوجعي مما يجعلها حزينة وكئيبة أيضا. الفكرة الفرعية حزن الأم لمرض صغيرها والشعور حزن. البيت السادس: وعندما أصبحت فتيا بالغا تفتحت مداركي كتفتح الأزهار في براعمها. الفكرة الفرعية نمو الولد إلى سن البلوغ والشعور فرح. أما البيت السابع:
كانت أمي ترشدني في حياتي كالمنارة التي ترشد السفن وتحميني من كل شر. الفكرة الفرعية: الأم ترشد أولادها وتحميهم، والشعور إعجاب. أما البيت الثامن فهي تصحح أخطائي في الحياة وتملي علي بالنصائح والوعظ. الفكرة الفرعية: نصح الأم لأولادها ووعظهم، والشعور إعجاب. أما البيت التاسع وها هو الدهر يمر بأحداثه ويلحق بنا المصائب، فتحل الفرقة والشتات بيننا وقد كنا أسرة واحدة. الفكرة الفرعية: خطوب الزمان تشتت العائلة، والشعور حزن. البيت العاشر: وهذا هو الموت يسلبني أمي كما تسلب رياح الخريف أوراق الشجر. الفكرة الفرعية: الموت يخطف الأم من أبنائها، والشعور حزن. أما البيت الحادي عشر: ومضيت أواجه وحدي صعاب الحياة وقساوتها، ليس فقط بل ظلم الناس وشرورهم. الفكرة الفرعية: مواجهة الأبن صعاب الحياة، والشعور حزن. أما البيت الثاني عشر: إذا أتمنى الناس العودة للشباب فأنا أتمنى أن أعود صغيرا لحنان أمي. الفكرة الفرعية: تمني العودة إلى الصغر، والشعور حنين. أما ما يتعلق بالأساليب النحوية، ذكرت هنا أسلوب خبري عن طريق الجملة الفعلية. الفائدة البلاغية: نقل الأخبار عن ذكريات الشاعر. أما الجملة التالية: لو أن الفدا ممكن، أسلوب شرط هنا عن طريق الأداة لو، طبعا وهي حرف امتناع لامتناع وتفيد التمني. لقيت هنا فعل ماضي للدلالة على ثبات وقوع اللقاء ونفي الشك في حدوثه. تسدد هنا فعل مضارع للدلالة على التجدد والاستمرار في تسديد خطى الشاعر. الحياة الحياة تكرار، فائدته ثبات تأكيد خوض التجارب الحياة. مفصحا هنا اسم فاعل يدل على الفاعلية في من قام في الإفصاح على سبيل الحدوث لا الثبات. حريز صفة مشبهة تدل على ثبات صفة الحرز بالمقصود بالكلام، ثباتا مطلقا لمدة طويلة من الزمن على سبيل الثبات لا الحدوث. أما ما يتعلق بالصور البيانية، ذكرت كحلم عبر تشبيه تام. التاء هي المشبه والكاف الأداة، والمشبه به حلم وجه الشبه العبور. حلم عبر هنا استعارة مكنية، شبه الحلم بإنسان يعبر، حذف الإنسان وترك شيئا من صفاته العبور. كلامي درر تشبيه بليغ، شبه الكلام بالدرر، حذف الإنسان ووجه الشبه. فتلهب خدي استعارة مكنية، شبه الخد بالنار التي تلهب، حذف النار وترك شيئا من لوازمها وهي اللهب. شق الصبا استعارة مكنية، شبه الصبا بإنسان يشق، حذف الإنسان وترك شيئا من صفاته وهي الانشقاق. دار الزمان استعارة مكنية، شبه الزمان بإنسان يدور، حذف الإنسان وترك شيء من صفاته وهي الدوران. منار الهدى تشبيه بليغ إضافي، حذف الأداة ووجه الشبه. كف الخريف هنا تشبيه بليغ إضافي، حذف الأداة ووجه الشبه. كأن أنيني وخزو الإبر تشبيه مجمل، حذف منه وجه الشبه. أما بالنسبة للمحسنات البديعية والموسيقى الداخلية: عبر وصغر تصريع، لا مفصحا وكلامي طباق سلب، وثغثغ وكلام طباق معنوي، عود ورجوع هنا طباق معنوي، الشباب والصغر طباق معنوي. أما ما يتعلق بالموسيقى الداخلية: عبر وصغر تصريع، استخدام الحروف الهامسة في السين والثاء والكاف والحاء، تكرار الكلمة حياة الحياة، وتكرار حرف الراء في نهاية كل بيت وهي الموسيقى الخارجية. كمون فاعل، الزمان فاعل. أما ما جاء بالمنصوبات: أمورا مفعول به، زمان مفعول به مفصحا حال، كلمة مفعول به كلامي مفعول به، دور المفعول به ثاني، وخد مفعول به ثاني، وما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفدا اسم إن، وحياتي مفعول به، وأنيني اسم كأن، وكمامي وكمامي هنا مفعول به.
ومنارة هنا مفعول به، حريزا صفة منصوبة، وحرزا اسم معطوف على منصوب منصوب مثله. أما ما جاء في المجرورات كحلم وجار مجرور الصغر مضاف إليه، في لفمها اسم مجرور من مدمع جار مجرور بنور جار مجرور، البصري هنا مضاف إليه، البصري مضاف إليه، في صدرها اسم مجرور، الإبري هنا مضاف إليه، الزهري مضاف إليه، بأمي هنا اسم مجرور، الهدى مضاف إليه، والحياة والعبر مضاف إليه، بأحداثه اسم مجرور، والخريف مضاف إليه. نتمنى أن نكون قد وفقنا في دراستنا لتلك الأبيات، راجين الله تعالى أن يسدد خطانا لما فيه منفعة لطلابنا الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة لكي تعم الفائدة على جميع الطلاب.